اللي بره مصر في ناس عايشه في الخليج او عايشه في اي دوله وعايز يعمل عضويه قبل الارتفاع، هقول لحضرتك حاجه، ايه البديل عن ان هو يجي؟ صادفنا حالات كده انا وزميل استاذ ابراهيم كفراو في اللجنه، يعني ان احنا جاي حد ريكومندد مثلا، يعني بتوصيه انه يعرفه شخصيا من عضو النادي، لان من ضمن الحاجات بيبقى في تزكيه، يعني عارف وبيكون مثلا مش متواجد وفي توكيل لحد، كنا بنعمل كونفرنس معاه بالتليفون ونتكلم معاه وكده اخره، فمسهلنا في الحته دي. يعني يقدر لو عمل توكيل، بنعمل كونفرنس معاه في التليفون او يعمل توكيل مثلا بالميل لحد من قرايبه ويجي يعمله العضويه، وبينص في التوكيل لانهاء اجراءات حصوله على عضويه النادي الاهلي. دي بالظبط بيعمل له اجراءات، واحنا نلحق عشان الحته المقابله الشخصيه لنا 8 دقائق بنعملها ككونفرنس عشان تطمن عليه هو.